الاهلي بيلعب بشكل جماعي في التلت الهجومي في ملعب الزمالك، والزمالك بيلعب بشكل فردي في التلت الهجومي. كذا فرصه تيجي لنادي الزمالك انه يبصيها يخلصها، لا في انانيه وفي توفيق وعدم توفيق. حسين الشحات افضل لاعب في الشوط الاولاني، ومحمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك اسوأ لاعب في المباراه. فين اللي طلعه وفين اللي عمله؟ الزمالك كان ممكن يتغلب 3 4 في الشوط الاولاني، وكان ممكن يسجل جونين او 3 لو بيلعب كره صح، لو في شكل جماعي. لكن مفيش شكل جماعي عند الزمالك في الحته او المنطقه الهجوميه، بعكس الاهلي في كذا جمله حتى في كورتين او كره اتحسبت اوفسايد كان شكلهم حلو قوي بيتعملوا من النادي الاهلي. عند الزمالك بيوصلوا، في وصول، لكن تسديدات مثلا من احمد سيد نيمار، في استعجال، في لعب فردي، مفيش لعب او جمل تحسها بتتعمل بشكل صحيح. الاهلي بيلعب بشكل جماعي يا جماعه، الاهلي بيلعب بشكل جماعي، فلازم يعني معلش المباراه كده ممكن تخلص بنتيجه كبيره، ممكن تخلص بنتيجه كبيره. وده ملخص الشوط الاولاني، ان الزمالك ما بيلعبش بشكل جماعي.